ولمزيد من النقاش معنا عبر سكايب الدكتور حامد الصراف الباحث والأكاديمي. مرحبا بك معنا دكتور. أهلا وسهلا، مساء الخير عليكم. بعد الحديث عن لقاء من ادعى تمثيل التظاهرات مع ممثلين عن الصدر، هل تعتقد أن هذه التحركات هي محاولات جديدة للالتفاف على الثورة؟ مساء الخير. أولا الرحمة والخلود لشهدائنا الأبرار والشفاء العاجل للمصابين والخزي والعار لكل القتلة المجرمين ومن يقف وراءهم. عزيزتي، الصورة اتضحت الآن. عزيزي، الصورة أصبحت أكثر وضوحا الآن، خصوصا في الأيام الأخيرة. لم يعد الطرف الثالث هو القاتل، هناك قتلة أصبحوا أمام المسمع وأنظار العالم كله. كل التفاوض وكل المحاولات الآن لترميم الوضع أعتقد سوف تبوء بالفشل. البيان اللي صدر اليوم عن تنسيقيات ثورة أكتوبر تشرين الخالدة واضح جدا، هو رفض كل محاولات عودة القتلة إلى ساحات الاعتصام. هذه القضية الآن أصبحت جلية واضحة، هذا شعب اخطط إلى طريق النصر، وطريق النصر محفوف بمخاطر كبيرة وبتضحيات وبدماء و أرواح طاهرة زهقت، لذلك لم تعد الآن أي مجموعة متطفلة على هذا الوضع مقبولة لدى الشارع العراقي. هذه ثورة شعب، لا يمكن قبول أي مندس، هم يسموهم مندسين كانوا، الآن اتضحت الصورة وانفضح الطرف المندس من هو. لذلك ما أعتقد أنه يكون هناك أي مجال لعودة أو ترميم أو تهدئة الأوضاع خلال الأيام أو الساعات القادمة. الثوار عازمون مثل ما يقولون على إنجاز مهمتهم، وهي إسقاط كل الطبقة السياسية الفاسدة ومن يقف وراءها. هل أدركت القوى السياسية في العراق دكتور هذه الحقيقة التي أصبحت الجماهير ترفعها بشكل واضح في وجه كل الأحزاب وقوى الحكم الموجودة؟ هل أدركوا ذلك؟ بالتأكيد، ليش ما أدركوا؟ هم مو لهالدرجة من الغباء، يعرفون هم كل الزين أنه القضية لم تعد قضية وجودهم وبقائهم على رأس السلطة، لا بل بقائهم في الحياة الآن. يعني أصبحت الآن حق تقرير مصيرنا إحنا مرتبط تماما بزوال هذه الطبقة ومحاكمتها، لم تعد الآن قضية فقط إزالة سلطة هذه الطبقة. إذن ماذا تخبئ تلك الأحزاب والأطراف في جعبتها للأيام القادمة طالما أنها تتعامل مع المتظاهرين والتظاهرات بهذا الشكل حتى الآن، بنوع من الالتفاف وبنوع من اللؤم السياسي إن جاز التعبير؟ هو الرهان على الوقت، بدل ما كانوا يراهنون على وقت وتعب وعجز الثوار الشباب والأجواء والبرد والحر وقلة المؤونة والوضع اليومي، الآن هم يراهنون على الوقت، الوقت إلهم يريدوه، مو لصالح فقط أو للتضييق الخناق على الثورة، وإنما هم يريدون يكسبون الوقت لعله أن تخف شوية عنهم يعني مسألة العقاب وشدة العقاب اللي لابد أن يقع. لكن هناك تصاعد واضح دكتور في الثورة الآن مع انضمام الطلاب في كافة محافظات العراق، المليونيات التي تخرج يعني تؤكد أن الثورة في يعني أوجها الآن. بالتأكيد، أيضا نفس الوضع اللي كان منذ الأيام الأولى. عزيزي، الأيام الأولى كان هناك 150 شهيد في الخمسة أيام الأولى، لذلك هم يعني لما عزوا عن أن يصفون الثوار وقادة التنسيقيات وقادة الثورة شافوا الأمر لم يعد هناك فقط هناك رموز للثورة، وأن هناك شعب ثائر. الآن ازدياد بالأعداد والنوعية والتوجيه والإصرار والعزيمة على إسقاطهم لم تعد تقتصر على فقط ساحات الاعتصام، وإنما دخلت في كل بيت عراقي الآن، حتى في كردستان. لذلك هم مناشداتهم في كردستان والمناطق الأخرى المدمرة اللي اجتاحتها داعش ودمرت الآن كل شعبنا. ولذلك هي الدعوة ليست دعوة مناطق أو محافظات وسط وجنوب، وإنما الشعب العراقي يجب أن يثور بأجمعه بكامل إمكانياته وطاقاته وأطيافه حتى تكون هناك فعلاً
ثورة تاريخية مسجلة الآن، سجلت منذ 1 أكتوبر 2019. هذه الثورة يجب أن نبدأ بها بصفحة جديدة في تاريخنا. احنا يكفينا الآن، تحملنا الكثير، تحملنا أعباء حروب وحصار، وجاءت الطبقة السياسية الفاسدة لتمتص دماء العراقيين وتجازف. لكن الآن دكتور هناك واقع جديد كما تعرفون، هناك فشل حكومي في الحلول الترقيعية والتسويفية، وهناك أيضا فشل حكومي في الحلول القمعية التي لجأت إليها الحكومة. متى ينتظر الشعب العراقي انهيار هذه السلطة طالما أنها فشلت في هذه الحلول؟ فشلت وهي في حالة انهيار. صدقني الآن الوضع بالنسبة لهم لم يعد، شوف التخبط هذا اللي موجود، يومية جايبين مرشح لرئاسة الوزراء، يكسبون الوقت ويكسبون عواطف بعض ومشاعر بعض الناس البسطاء، وبينهم هم الآن أحدهم يأكل الآخر، أحدهم الآن يمتص دماء الثاني ويحمل المسؤولية. لذلك هم الآن لم يعد هناك انسجام لا بينهم ولا بين المحيطين ولا حتى العالم الآن، لا دول الإقليم ترضاهم أو ترضى بهم وبقائهم، ولا الآن منظمات الدولية ودول العالم. أينما تذهب الآن تجد الآن صور البشعة اللي تركوها في أذهان الناس، في أذهان العالم الآن، من قتل وسفك دماء وزهق أرواح واغتيالات واختطافات واجتياحات لمناطق آمنة. دول سلميين، دول شباب يبحثون عن مستقبل، دول يبحثون عن وطن، يبحثون عن حقوق بالحد الأدنى. لذلك العالم الآن بدأ يفهم الصورة على يعني حقيقتها. هذا هو السبب اللي خلاهم الآن يتخبطون ينهارون. الآن هي قضية لم تعد قضية أكثر من أيام، قضية وقت لا أكثر ولا أقل. ولذلك أنا أقول أكد أنه هروبهم الآن من المسؤولية هذا هو الجبن بحد ذاته. يجب أن أنصحهم كلهم أنه يكونون عندهم ذرة ضمير واحدة ويتنازلون عما تمسكوا به خلال 16-17 سنة، أن يتركوا بشرف، يتركوا بضمير على الأقل، أن يقولون هذا الشعب دفع ثمن باهظ لمغامراتنا وفسادنا وارتهان العراق إلى دول أخرى وأجندات أخرى. لذلك يعترفون باعتراف واضح دائما. نعم. يقولون احنا اخطأتوا، اذا يجب ان تتخلوا عن مناصبكم، تتركوها الى الشباب ان يخطط مستقبله بنفسه. ما يبقون انتم تبقون ترهنون هذا البلد. نعم. ومستقبل الشعب بمغامراتكم. اذا دكتور وفقا لمتابعتكم وتحليلكم، ماذا تتوقعون خلال الايام القادمه؟ ونحن نشهد يعني عاما جديدا، يعني دخلت التظاهرات في عام جديد بزخم اكبر وبمشاركه طلابيه وشبابيه هائله. أنا متأكد أنه ومتفائل بمستقبل قريب إن شاء الله تندحر بها هذه الطبقة الطغمة الفاسدة، والعراق يعود إلى استقراره وأمنه باختيار حكومة مؤقتة، حكومة انتقالية تجري أيضا انتخابات مبكرة بإشراف دولي أممي ويرضي كل الأطراف، لكن بشرط أنه هذه الطبقة يجب أن تمنع، يجب أن تحاكم، يجب أن تقصى من أن تدخل بالعملية السياسية للمرحلة القادمة. هذه من. نعم. ناحية. من ناحية ثانية أنا عندي نداء إذا تسمح لي بثواني. نعم. تفضل. دقائق. تفضل. إذا تسمح لي أنا أوجه نداء إلى السيد مقتدى الصدر. حضرتك أنت شخصت اليوم بالذات أنه هناك انسحاب وأمرت أتباعك أن ينسحبون من ساحات، يعني ذوي القبعات الزرقاء. أنا أصر بندائي هذا على أن تكمل هذا التوجه، أن تمنع كل أتباعك من أن يعبثون بمقدرات بلدنا بمغامرات لا تجني نفعا لا إلكم لا سمعتك وسمعة والدك وسمعة عائلتك. هذه من ناحية. من ناحية ثانية أن أنت بالذات حضرتك مقتدى الصدر أن تتخلى عن العملية السياسية. نعم. أن تترك الساحة، أن تركز على عملك كرجل دين. وصلت الفكرة دكتور. وصلت الفكرة، وأتمنى أن تصل رسالتكم دكتور حامد الصراف الأكاديمي والباحث السياسي.